كريم. أولا أستاذ حسن، بماذا تصفون هذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي ودخوله مربع الأربعة الكبار؟ طبعا أن تكون مع الثمانية فكان شيء كثير، ولكن الآن أنت في نصف النهائي مع أربع فرق اللي غادي تكون في المربع الذهبي، طبعا الشيء اللي هو غير متاح لواحد العدد كبير من الفرق، لأن إلا حاولنا باش أن نديروا قراءة تاريخية للعدد كبير من الفرق العالمية أنها مستطعت باش توصل لهذا النصف النهائي. هذا النصف النهائي شيء كيعني لي كثير، خاصة على مستوى النفسية تاع الإنسان المقهور، الإنسان اللي كانوا عليه حواجز هذه من سنوات على المستوى الإفريقي ولا العربي، أنه كاين بحال كانوا دايرين لنا واحد الحاجز أننا ما حقناش نطمحوا، ما حقناش نحلموا، ما حقناش أننا نصوروا نفسنا أننا غادي نكونوا مع الكبار، وبالتالي هذا الحاجز لقد كسره وليد بأفكاره وبخططه وبعزيمته وعمله، واللاعبين بتنفيذهم للتعليمات وكذلك الجمهور عامة اللي حضر لا داخل الملاعب ولا خارج الملاعب، سواء في عديلهم سواء بكذلك دعواتهم، وإحنا كان عرفوا على أن دعوة المسلم هي مستجابة والحمد لله. تحدثت عن وليد الركراكي وخطته، يعني وليد الركراكي لعب بخطة مغايرة تماما أنا من وجهة نظري عن مباراة المنتخب الإسباني، ماذا كانت فلسفة وليد الركراكي في الظفر بهذه المباراة؟ أنا طبعا قبل ما نهضر على هذه المقابلة أكيد أن وليد الركراكي هو واحد الإنسان اللي هو ملهم، واحد الإنسان اللي كان يحلم ويطمح وعنده طريقة تاع التواصل، طريقة تاع تدبير العلاقات الإنسانية لشيء مؤثرة بزاف، وبالتالي فباش يخدي أن جميع اللاعبين المرموقين بما فيهم خاصة المهاجمين اللي كانوا كيتعودوا أنا فقط أنهم يتمتعوا بكرة القدم، خلاهم أنهم كيدمجوا في واحد المنظومة دفاعية منضبطة بامتياز، وكل جميع اللاعبين أنهم كانوا كيتفانوا في العمل ديالهم لا الدفاعي ولا الهجوم، وبالتالي أعطانا فريق متكامل لأن هذه المجموعة اللاعبين كلهم اقتنعوا كلهم انخرطوا، وبالتالي فوليد أصبح ملهم ليس فقط لهذه الأجيال وهذه المجموعة اللاعبين، ولكن أصبح ملهم لجميع الشعوب اللي قلنا له هي مغربية إسلامية أفريقية عربية، جميع هاد الناس ولاو أنه فعلا مؤثر فيهم، لأن قليل من المدربين اللي كانوا كيخاطبوا الجمهور، وليد استطاع باش أنه فعلا يوحد الفكر تاع الجمهور المغربي وأنه يوحدوا على الفريق وأنه يآمن، والإيمان صعيب باش أننا نوصلوا ليه إن لم يكن هناك واحد شخصية تاريخية اللي هي مؤثرة بحال جميع المجالات اللي عرفتها الإنسانية. كيبقى الآن مقابلة تاع اليوم طبعا هي عكس مقابلة تاع الإسبان، مقابلة تاع الإسبان عرفوهم أنهم كيلعبوا الكرة العرضية بامتياز، كيحتفظوا بكرة بزاف، عندهم الصبر في البناء، وبالتالي عكس الفريق البرتغالي الذي يمزج بين أولا الكرات اللي هي القصيرة بين الكرات في العمق بالكرات اللي كتدوز على المستوى الجناحي الأيمر والأيسر، وبالتالي حتى إذا أضفنا لهذا الكرة الثابتة، وبالتالي فكان فريق اللي هو أقوى من الفريق الإسباني، إلا أن الفريق الوطني المغربي من بعد انتصاره على الفريق الإسباني الأخير أصبح يثق في إمكانيته أكثر، أصبح إيمانه أكثر بأنه ممكن أنه ينتصر على هذه الفرق. لماذا؟ لأن المجموعة اللي احنا تسيدناها واحتلنا فيها المرتبة الأولى أمام كرواتيا، وكرواتيا استطعت باش تخرج البرازيل وما أدراك من البرازيل، فكيف يعقل على أننا احنا احتلنا المرتبة الأولى وما ندوزش للنصف النهائي مع كرواتيا؟ وبالتالي فالإيمان والثقة والتآزر والانضباط والتركيز، هذه الخطط التكتيكية طبعا للمدرب اللي هو دائما يعطينا تنويع في طريقة تدبير المقابلة، أكيد أنها أعطتنا هذا الإنجاز اللي هو كيبقى إنجاز لتاريخي لمخلاله فعلا، ولا الإنسان كما قلت لك ولا كيطمح أنه يمشي نهائي ويفوز بالنهائي، اللي ربما نقدر نقول لك أن ما عمر شي واحد حلم فينا ويقول ولا تجرأ يقول أننا يمكننا نوصل غير نصف النهائي، ولكن الحمد لله هذه الآن الواقع وأننا احنا في نصف النهائي والحمد لله. أستاذ حسن، فوز المنتخب المغربي على البرتغال يحيلنا بالضرورة إلى مباراة المنتخب الإسباني، لأن مباراة المنتخب الإسباني كان هناك حمل بدني تحملته العناصر المغربية في المباراة أمام إسبانيا، كيف أمكن لهم تجاوزها في مباراتهم أمام البرتغال، خصوصا وأن المباراة أمام إسبانيا عرفت إصابة العديد من اللاعبين المحوريين؟ طبعا كما قلنا باللي العمل ينجز على مستوى المجموعة، على مستوى الذهني، على مستوى
الثقة في النفس على مستوى الرفع من إيمانه ومن القوة الذهنية كتخليه على أن الجانب البدني أنه كيجي في المرتبة الثانية. إلا أنه كيخصنا نشكروا الإخوان القطريين لصراحة أنهم هي جميع وسائل تاع استرجاع الأنفاس وإزالة التعب وكذلك حتى على مستوى الاستشفاء، بحيث أن تجهيزات الآن هي في قطر لا مثيل لها على المستوى العالمي، وبالتالي بحضور طبعا كذلك طاقات طبية عندنا على المستوى المغربي على مستوى اللياقة البدنية كذلك معدين بدنيين، فهذه كلهم استطاعوا باش أنهم يكونوا جنود خفاء، جنود اللي استطاعوا باش أنهم يقوموا بواحد عمل جبار على مستوى أولاً إعادة أولاً استرجاع اللياقة البدنية لجميع اللاعبين، وكذلك على مستوى حضور بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين واستشفائهم في واحد المدة قصيرة، لأن يعني كان عرفوا أغلبية اللاعبين من كثرة العطاء من كثرة السخاء وأنهم وصول للمراحل تاع الإصابات، ولكن الحمد لله الآن انا كنقول الشخصيه تاع اللاعبين القوه الذهنيه كتخليهم انه فعلا يتحملوا جميع هاد الاعباء باش يفرحوا جميع هاد الشعوب اللي هي الان كتبغينا وحنا كنبغيوهم، واللي هي حنا هاد اللاعبين رفعوا راسنا وراس جميع هاد الشعوب، وحنا كذلك ممتنين لهم لان دعوتهم الشيء اللي هي تعني كثير بالنسبة للفريق الوطني المغربي ولينا طبعا في هذا المسار اللي كيمشيو فيه. أستاذ حسن، بعد دخول المغرب إلى مربع الأربعة الكبار كيف تبدو حظوظه في الظفر بالكأس؟ طبعا من كان يقول أن المغرب غادي يوصل للنصف النهائي، لأن حتى إذا كنت كتقولها في واحد اللحظة من لحظات قبل مقابلة إسبانيا كان كيقول الإنسان ربما هذا الإنسان يحلم ومن حقه أن يحلم، ولكن الإنسان إحنا في الواقع والواقع يقول على أن تدبير المقابلات ما كتبقاش فقط في أرجول أحسن لاعبين على المستوى التقني والأسماء اللامعة، ولكن كان القوة تاع أي فريق كتولي كتكمن في الانصهار أولا في الفكر الجماعي، الانصهار في العطاء التكتيكي والتقني للمجموعة تاع آثر في اي لحظه ملاحظه بعيده من قليل انك تشوف ان شي لاعب انه مثلا في محنه بدون ما كتكون مسند من الاخرين، وبالتالي فالله سبحانه وتعالى يقول ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا. اذا هذه الامور بما ان القلوب تاع الجميع دعوتهم واللاعبين فيما بينهم كيمثلوا كتله واحده، لا على مستوى استرجاع الكره، لا على مستوى لبناء الهجوميه، لا على مستوى الانزالات، فاكيد على ان كره القدم كتلعب ولكل مقابلة معطياتها. كنظن على أن هاد المقابلات اللي جرينا غادي يخليونا فعلا الآن نخطو للوصول إلى النهائي بعد ما ندوزو إن شاء الله نصف النهائي، ولكل مقابلة لها حديثها ولها كذلك تدبيرها، وكنظن وليد هذا هو الشيء اللي غادي يكون كيفكر فيه هو أن كيفاش يدبر مقابلة تاع نصف النهائي بامتياز بالتوفيق إن شاء الله. أستاذ حسن، آخر سؤال، إن كان لك أن توصي توصية لوليد الركراكي وللمنتخب المغربي بما توصيهم أستاذ حسن في المباراة المقبلة؟ أنا كنظن وليد الآن هو أدرى، ولكن لأن كما يقول أهل بكاء دربي شعابها، ما يمكن أن أقولها وأننا وراءه ما أنجزه فهو فخر لنا لجميع الأطر الوطنية، وأقول له شيء واحد، استفتي قلبك، أنت محاط بتقنيين بمستوى عالي والمجموعة والعمل الجماعي اللي كتقوم به فهو غادي تصميم، وبالتالي فأنت ملهم وجميع الأفكار اللي غادي تجيك فإن شاء الله طبقها بدون تردد، والله سبحانه وتعالى معكم.